الموضوع يا سيدي هو يتعلق بالهجمة المكثفة عن الآثار العراقية. الآثار العراقية تتعرض إلى هجمة، يعني ليس فقط بالنهب، أيضا بالتشويه والطمس، وأيضا الاستكثار علينا هذا الحضارة. فالمواقع الأثرية دائما مستهدفة، وأي سرقة من نوع ما يسبب عندنا فجوة بتاريخ العالم المدون. يعني هاي النصوص المدونة بالخط المسماري سرقتها من سياق الآثار، أولا يضيع سياق الآثاري، ولا نعرف من أين أتت، من أي موقع ومن أي طبقة. عملية التنقيب العلمي تتطلب أمور عدة، من ضمنها التأني والكشف المستمر عن الطبقات، ولذلك اللصوص هم يعمدوا على تكسير هذه الطبقات من أجل العثور على الآثار.